بابا أستاذ علاء، نعم كتير سهل تكون قاسي، كتير سهل، مبدأ بطولة، وكتير سهل تكون سهل مسيب الأمور. البطولة أن تقع في حيرة تحبك إلى درجة مذهلة وتخشاك إلى درجة مذهلة، أن تمسك العصا من نصفها. يعني هو دائما خلينا التطرف نوضح سهل، نوضح التخشاك، التطرف يعني سهل. أن تحترمك. نعم. نعم. لا تكن لينا فتعصر، نعم، أو قاسيا فتكسر. إن أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع. فأنت حينما يعني حينما تجاوزت حدها سكتت، أعرضت عنها إلى حين، أدبت أنت من دون سباب، من دون رفع صوت. حينما تجاوزت حدها سكتت، سكوتك موقف، انتبهت، رسالة. رسالة. وحينما تجاوزت أنت حدك معها همدت، ما عاد حكيت، كمان رسالة. ممكن أبعث رسالة وأتلقى رسالة من دون كلام. صحيح. فلما هي بتتجاوز حدها سكتت، معناه أنت إلك مكانتك وفي خطوط حمراء بحياتك. ولما هي كمان تتجاوز حدها أو أنت تتجاوز حدها معك، كمان إلها خطوط حمراء هي. تماما. فأنا لما بشوف في مودة بقابل مودة بمودة، لقيت في تجاوز بعمل طريقة معينة أنه أبلغ رسالة. جميل. يعني دائما التساهل سهل والقسوة سهلة، بينهما يحتاج إلى جهد كبير، ودائما الفضيلة وسط بين طرفين.